شهدت العديد من الأماكن في المملكة لقاءات محبة على موائد الإفطار، وهي لقاءات إن دلت على شيء فإنما تدل على تآلف القلوب بين عموم الناس على اختلاف منابتهم وعقائدهم. ففي مدينة مادبا أقامت الجامعة الأمريكية مأدبة إفطار بمناسبة شهر رمضان الفضيل، حضرها المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن، والقائم بأعمال السفارة البابوية بعمان المونسنيور روبرتو كونا، ورئيس الجامعة الدكتور نبيل أيوب، وعدد من الآباء الكهنة والهيئتان الإدارية والتدريسية في الجامعة، وأبناء المجتمع المحلي، وجمع من المدعوين. وقد وصف كل من المطران الشوملي ورئيس الجامعة الدكتور نبيل أيوب هذه المناسبات الروحانية بأنها معززة لنمو الصداقة والمحبة بين عموم أبناء المجتمع الواحد. في هذا الشهر الفضيل يقيم المسيحيون للإخوة المسلمين حفلات إفطار، والعكس صحيح، إنها مناسبات روحية ولكن أيضا اجتماعية تتآلف القلوب حول المائدة الواحدة وتنمو الصداقة والمحبة. أتمنى للإخوة المسلمين بهذه المناسبة عيد فطر مبارك وصوماً ذي أجر للجميع. تقليد سنوي بكل شهر رمضان سنوياً الجامعة الأمريكية في مأدبة تقيم هذا الحفل الإفطار لتمتين أواصر العيش المشترك ما بين جميع فئات المجتمع المأدباوي لما فيه مصلحة المأدبة ومصلحة الأردن بشكل عام، لأننا نعيش في مجتمع متحد وبأخوة ومحبة دائمة. وفي كنيسة شهداء الأردن للاتين أقامت الكنائس الرسولية في منطقة مرج الحمام حفل إفطار جماعي لمسؤولي ووجهاء المنطقة وكهنة وقساوسة الكنائس فيها. وقد رحب الأب حنا كلداني راعي الكنيسة بالمدعوين مشدداً في كلمته على القيم والعادات المشتركة التي تجمع أبناء هذا البلد تحت ظل الراية الهاشمية، كما ألقى عدد من المتحدثين كلمات أشادوا فيها باللحمة الوطنية التي تجمع أبناء الوطن الواحد مسلمين ومسيحيين. لإحنا نموذج حي للأخوة بين المسلمين والمسيحيين في هذه الأرض المقدسة. وعلى الصعيد ذاته وللمرة الرابعة على التوالي أقامت كنيسة دير اللاتين في ماركا حفل إفطار للطلبة السوريين والعراقيين وأهاليهم المهجرين بحضور عدد من أبناء المجتمع المحلي في المنطقة. ووصف الأب خليل جعار راعي الكنيسة الإفطارات الرمضانية في المملكة بموائد محبة ورحمة يلتقي فيها عموم أبناء الوطن الواحد على مائدة واحدة وقلب واحد، كما أن هذه اللقاءات في الكنائس هي تجسيد لنعمة الأمن والأمان التي تعيشها بلادنا في ظل القيادة الحكيمة. السنة الماضية وإحنا طالعين من الإفطار إحدى الفقراء كانوا على باب الكنيسة فسمعته بعلق وأنا بودع المدعوين بعلق لهذا الفقير بيقول طب يا ربنا هذول شبعانين، فلهذا السبب أخذت القرار السنة هاي إنه الإفطار سيكون للطبقة من إخوتنا المحتاجين. طبعاً ما بخل الأمر دعيت بعض الأصدقاء وبعض الوجهاء يكونوا معنا، لكن الأغلبية الساحقة 90% منهم هم طلابنا السوريين والعراقيين المهجرين وأهلهم، جمعناهم على مائدة إفطار، مائدة المحبة، مائدة الرحمن،
حيث نجد أنفسنا كلنا إخوان. وبرعاية معالي ميشيل حمارنة أقام المركز المجتمعي المسكوني التابع للكنيسة اللوثرية أمسية رمضانية بحضور عدد كبير من الشخصيات الرسمية والعامة وجمع من المدعوين، وألقى راعي الحفل كلمة قال فيها إن الأردن قدم للعالم نموذجاً للعيش المشترك المبني على المحبة والتراحم ما بين المسلمين والمسيحيين. وأكد القس سامر عازر راعي الكنيسة أن هذه الأمسية هي تعبير عن الحالة العفوية التي تربى عليها الأردنيون، لافتاً إلى أن الأردن يتميز بوحدة أبنائه في التصدي لكافة المخاطر التي تواجهه بالفكر المنفتح والمواطنة الصالحة. كما ألقيت في الاحتفال العديد من الكلمات تلاها تقديم فقرات غنائية وترفيهية.